السلام عليكم خوتنا المغاربة. اليوم الموضوع غادي يكون على الدعارة، وهذا الفيلم اللي موضوعين عليه المغاربة حالة في الفيسبوك، لأن المغاربة ما كيبغيوش يتعايشوا مع الواقع ديالهم الحقيقي، وكأنه يعني شي حاجة جديدة اللي ما كيناش. أولا يعني هذا الفيلم مازال ما شفناش يعني تسربوا بعض اللقطات، ومن خلال دوك اللقطات يعني الناس ما فهمتش حتى الرسالة ديالو، وديجا بداو يعني منوضين الحالة في الفيسبوك والمواقع الاجتماعية، و شي كيقول لهم هذه ماشي ثقافتنا وماشي ما نعرف، ولا كيطالب شي مطالب اللي هي مع العلم ان كان علينا من الاحسن اننا يعني انا قراءتي الشخصيه وهو ننتظر نشوفوا الفيلم نفهموا الرساله اللي فيه، بعد ديك الساعه يمكن الانسان يحكم عليه او يكومونت عليه او، ولكن من خلال داكشي اللي تسرب يعني دوك اللقطات اللي شفنا يعني هضر على بزاف ديال المواضيع، يعني راه ماشي فيلم اللي هو فيلم خاوي ما فيه حتى شي حاجه. نقدر نقول لكم انا من خلال يعني ما فهمت منه يعني هو فيلم هضر على الدعارة في المغرب، هضر على البيدوفيلي، هضر على يعني الشذوذ الجنسي انه اكثر حتى هو عطى جسد واحد الصوره اللي هي حقيقيه ديال المغرب، لان فعلا مرارا وتكرارا كنقول لكم المغرب ثاني دوله للدعاره، كي كتجيكم كيف والو ما كتعايشوش معها. هضر حتى القضيه الفلسطينيه، يعني في دوك يعني المقاطع الصغيره اللي تسربت منه، يعني فيلم اللي هو غني كيهضر على بزاف ديال الحوايج، ولكن مع ذلك المغاربه ما جالسين غير كيسبوا شي ما نعرف، ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، فهمتيني كيوليو مؤسلم كيتاسلموا بزاف مع دابا قرب رمضان وداك الشيء، بحال الا شي حاجه جديده ما عمرها ما كانت عندنا في المغرب، وهذا راه يعني شيء طبيعي وشيء عادي في المغرب يا اخي، زعما باش نكونوا واقعيين ونعيشوا مع المغاربه ما كيبغيوش يتعايشوا مع الواقع ديالهم، يعني الفيلم هو مرآة خلاو راه الاخوان يعني كيعكس الواقع، يعني وراكم ريوسكم في المرايا بمعنى الكلمه، ولكن المغاربه ما كيبغيوش، المغاربه عزيز عليهم اللي ينافقهم اللي يعاود لهم غير داكشي اللي بغاو هما يسمعوا مثلا، وما كيعجبهمش يعني انهم يتعايشوا مع الواقع. وانا اعتقد بان المخرج يمكن اعتمد او تعمد بالمفهوم الصحيح انه يحرج المشاهد بعض المشاهد اللي هي منذ عشرات السنين هي كاينه في المغرب، ماشي شي حاجه جديده سميتو مثلا، يعني في المنطقه ديال الرباط لاننا في الرباط وداك الشيء، الشيخ زايد عنده ما يزيد على 30 قصر وفيلا، ودائما كانوا كيجيو ودابا باقي اليومين هذا كيجيو ولاد الشيخ زايد يعني في القصور ديالهم، وكيجيبوا البنات في الكيران، في الكيران كيجيبوا البنات وكيبقاو يهبطوا ويعزلوهم في واحد القصر عادي يركبوهم في كار اخر باش يديهم القصر اخر فين كاين هو ولا فين كاينين ولادو، هو دابا راه بات كاينين ولادو اللي سميتو، وكيبقاو يعزلو في البنات بحال كيعزلوا الحواله وبحال الا كيعزلوا شي حاجه اللي، وهذا الشيء قدام المغاربه وقدام كل شيء كيعرف هذا الشيء، و يعني ما قدام المغاربه وقدام كل شيء، نهار اللي ناضوا هنا يعني في واحد هذا الشيء في طريق زعير في الرباط، نهار اللي ناضوا واحد الناس ديال واحد الدوار، حيت كاين واحد الدوار تما في النواحي ديال عين حلوف الدوره ديال سيدي حجاج زعير، ناضو كيرجموهم بالحجر كيضربو بالحجر، لان الناس تما بداو كيتشكاو موسيقى افون والسهرات والسكرات والى اخره، بداو كيضربو جابو ليهم بريغاد ديال الجدارميه واقف كابيتان الجدارميه في باب القصر بريغاد ديالو على قدها، حاضين الفساد حاضين من يعني اللي كيجيو المغرب يفسدو، وهادي وهادشي ما كتهضروش عليه نتوما،
وباقي اليومين هذا يعني ماشي غير ولاد الشيخ زايد، يعني راه في اي مدينه مشيتي في المغرب الا كاينين القصوره ديال السواده والقصوره ديال القطريين والقصوره ديال هذو، واش كيجيو يديروا في المغرب؟ اش كيجيو يديروا في المغرب؟ كيجيو يشوفوا القطارات ولا ما فهمتش انا دا الناس كي كتخمو. وراه مزيان اللي انا احيي يعني المخرج ديال الفيلم، لان فيلم يجسد الواقع المغربي، واحد حاول يوصل لكم واحد الصورة ولكن انتم ما فهمتوهاش، جلستوا شديتوا المخرج وجلستوا عليه بلاصة اوليو باش غادي تفهموا الرسالة اللي جاب لكم ذاك المخرج مثلا في ذاك الفيلم، وتحاولوا يعني من خلال يعني المشاكل اللي كيعيشوا هذوك البنات ولا هذوك الناس او هذه المشاكل بصفة عامة، تشوفوا من هو السبب الحقيقي اللي من مور يعني حتى وصل هذا يعني المغرب الى ثاني دولة للدعارة. دونك اليس الفقر هو سبب هذه المشاكل اللي عند المغاربه؟ اللي ولا الطفل الصغير في مراكش كيتباع ب 30 درهم، 30 درهم اللي بغى الطفل الصغير راه معروف في مراكش وكيعرفوا الناس ديال مراكش. دونك ما تجيش تقول لي عاوتاني راه شي حاجه جديده ولا ما نعرف ما عمرك ما شفتيها. الشذوذ الجنسي كاين في كل مدينه وفي كل سميتو، كاين بالعكس مثلا في الدار البيضاء هناك شوارع ديال خو سير اي وقيته غتلقى لي زوموسيكسويل تما كيديروا كيمارسوا لا بروستيتيوسيون يعني من اجل لقمه عيش. البنات خرج في اي مدينه، رباط، كازا، طنجه، سميتو، خرج مع جوج في الليل تلقى البنات في الزنقه، مع 4 الصباح تلقاو في الزنقه، مع 6 الصباح تلقاو في الزنقه، مع 11 في الليل تلقاو في الزنقه، مع اش كيخرجوا يديروا. انا اخر مره كنت في المغرب هذه 5 سنين، انا مراتي كنكون غادي كيبداو يصيدوا فيك هكا بالعلالي، ما كيحيروش حتى في مراتي معايا شاده فيا ما كيحيروش فيها عندهم. علاش؟ لان شي ولا شيء طبيعي عندهم، بقاو يعني تعايشوا مع الوضعيه ولات عندهم شيء طبيعي. ما فهمتش يعني علاش الناس في فيسبوك او في المواقع الاجتماعيه وكانها يعني تعيش في عالم اخر غير العالم الحقيقي اللي هو اللي هو اللي هو الواقع ديالكم كمغاربه. اذا المشكل اللي هو الاساسي في المعادله وهو الفقر، لان الفقر هو اللي كيدفع البنات انها تمشي تبيع راسها، ان الطفل هو اللي كيتباع، ان 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 وشكون هو السبب الحقيقي اللي جعل المغاربه فقراء؟ اليس المغرب دوله غنيه بالثروات؟ ها ثروات على الانواع والاشكال، الذهب هذه 23 عام هو يستخرج في المغرب، ما في خبر حتى شي واحد اللي قلتها لك يبقى تجي في شي شكل. الزنك، النحاس، المغرب ثالث دولة مصدرة النحاس، الفضة، الكوبالت، الفوسفات، البحر، الحوت، 780 نوع ديال السمك، يعني نوع من السمك كتباع ب7 دريال الكيلوغرام، الكوار كيجيو يديوها فابور هكذاك، يعني 1000 كيلو طن ب7000 ريال. شكون هو يعني المسؤول الحقيقي؟ أليس المسؤولين على هذه الدولة؟ وشكون هو المسؤول على هذه الدولة؟ أليس النظام وعلى رأسه الملكية؟ علاش ما كتهضروش على هذا الشيء؟ علاش ما كتشدوش في المسؤول الحقيقي وكتبقاو شادين غير في الداودية؟ أعطيني ساكي، بغيت ماكي. الداودية راه ما لقات ما دير مسكينة، مع العلم انها ما كنشوفهاش وما كتعجبنيش انايا داك الستيل ديالها، ولكن راه باين ان راه ما يعني هذيك عطيني صافي او سميتو راها ما لقات باش تاكل طرف الخبز، داكشي اللي عرفها الله دير باش ديرو غنات عطيني صافي والى اخره. ومشيتو هما المغاربه اللي كاين اللي كتبارطاجيو لنا الفيديو ديالها في يومين وصل ما نعرف فين وفين، وكتجوج من بعد تشكاو لا علاش الدعاره كاينه وعلاش كذا وعلاش ما كذا. يعني الا كاين واحد يعني واحد المشاكل في المجتمع راه نتوما كنا مسؤولين عليه، يعني هناك واحد المسؤولين عند النظام اللي كياخذ واحد القسط كبير من المسؤوليه، ولكن راه نتوما باش نتوما ساكتين على الظلم، نتوما ساكتين على الذل، نتوما كتعرفوا غير تحقروا على مثلا مثل هذا المخرج جاب وجه. يعني هذا راه يعني انا طريقتي باش كنشوف هذا المخرج وكانه يناضل، راه هذا الا بغيتي يعني نسميوه النظام، لان جسد لك الحاله داكشي اللي كتقولوا نتوما ديت في المواقع الاجتماعيه هو الى اخره، وحطها لك هو فيلم قال لك تفرج.
وانت انت جلستي تخلي في ضربه هو اوليو باش تسميته، و كيقول لك شي وحدين قال لك اه دير ماشي ثقافتنا على الدعاره، باش وليتي ثاني دوله للدعاره في العالم؟ باش وليتي هنا ثقافه عندك انت اصلا بعدا الاسلام؟ كاين شي اسلام في المغرب؟ ولا كضحك على راسك؟ المغرب ثاني دوله للدعاره، كاين شي دوله مسلمه ثاني للدوله للدعاره في العالم؟ ها ثاني دولة مستهلكة للخمور، حتى الشراب، الشراب اللي كيشربوه المغاربة ما كيشربوش الكور، وإلا شربوه الكور عندهم حلال في الدين ديالهم وجات معاهم، وهما ما كيشربوش. الكوري كيشرب كاس مع الماكلة، المغربي خصو يشرب جوج يطرو 3 يطرو تيدير الكار، وما يكرهش يشرب يوميا، هو عنده مشكل، هو تيسكت ليه القلب. شنو الاسلام كتهضر لي عليه؟ الله يجازيك بخير. شنو الاسلام؟ كيقول لك نحن دوله اسلاميه، ماذا تعني باسلاميه؟ خصنا نفهموا هذا المصطلح ديال الاسلاميه شنو هو. ولا كيجيكم التسليم حتى كيجي رمضان، ومن بعد صافي كترجع كيعاودوا يحلوا مولين الشراب، يصدوا ثم الحوان الشراب. امير المؤمنين يبيع لكم الخمر ما كتدويش عليها، كنت بالعكس تبدا تشرب الخمور ديال امير المؤمنين. هذه دوله اسلاميه؟ علاش ما كتهضروش على المساله هذه؟ راه في مرجان السيمار كيتباع الشراب ديال امير المؤمنين على براس ريدي ماروك ديال من حتى لهنا. لا لا عاد راسو زعما راه باعها، ولا ما ماشي تبع اللونه. المغرب المدن كلها تقريبا كتصنع الخمور، فيها وزينات كيصنعوا الخمر. كاين شي دوله مسلمة كتصنع الخمر، ثاني دولة للحشيش المخدرات. فين هما هاد العلماء؟ فين هما هاد الفقهاء؟ وزارة يعني الأوقاف والشؤون الإسلامية عندها أراضي ديال الحشيش كتكريهم الكتاميين وكتكريهم الناس كيزرعوا فيهم الحشيش وكيدخلوا الفلوس من الحشيش. مالكم كتهضروا على هاد الشيء؟ الدولة كتدخل مداخل من الكازينويات ومن القمر. كازينويات كاينين ديال القمر في المغرب، كاين شي دولة إسلامية كتنتعش من القمر والتيرسي واللوطو. علاش ما كتهضروش على هادشي؟ ولا جبان لكم المخرج، كيبان لكم المخرج ساهل؟ هادي راه ثقافة الحقرة، حنا باقي نحن نحارب في الحقرة ولكن المغاربة أكبر حقارة. علاش انا كيبان لك هذاك المخرج دار فيلم اه صافي خصني نقص نعطيه، ولا الدوليه دارت اعطيني ساكي وداك لي فوتيز وداك الدوليه كتجيكم سهله الدوليه، ولكن محمد السادس اللي هرب الثروات في سويسرا والله ما تقدروا تهضروا عليه، ولا هضرتوا عليه غادي تهضروا عليه غير واحد المره بهز من هنا وصافي وكتبقاو تدوروا الحكومه. ما الحكومه؟ الحكومه قال لك انا راه قالك بفمه، يعني تيلا انت ما قاريش وما فاهمش الدستور، لان بلا ما يقولها هو بفمه راه في الدستور يعني قال لك في الفصل الاول مع فصل السلطات وهو المغرب كذا وكذا وكذا، مع فصل السلطات وهو الاخرين، ولكن في الاخر ملي كتجي تقرا في الفصول الاخرى تحت كتلقى السلطات كلها فصلوها وعطاوها للملك. فهمت انا فصل السلطات كي داروا لي فصلوه من الفوق ولكن من تحت هاك، حنا فصلنا وعطينا كلشي مفصل. شوف فينا هو فصل السلطات؟ فينا يا رب المسؤوليه بين وحسابه؟ شاد ليا في بنكيران وفي الحكومه، اش من الحكومه بعدا؟ حنا عندنا جوج حكومات، حكومه ديال الظل وحكومه الواجهه. ايوا خصنا نهضروا نعرفوا راسنا علاش كنهضروا، ولا غنهضروا في الواقع نهضروا في الواقع. اما باش نبقاو نغلطوا في المغاربه، ديجا المغاربه مساكن ما فاهمين حتى الزفته، ونبقاو نزيدوا حتى حنايا يعني تساهمون في سياسه الاستحمار والاستكراه. فهمتيني؟ تساهمون في سياسه الاستثمار والاستكراه، وتقدمون واحد الخدمه مجانيه للنظام المغربي، لان المسؤول الحقيقي على الدعاره في المغرب فينا هو الملك. اين هي الدوله؟ ما عندهاش مسؤوليه ديالها ولا كيفاش؟ فينا هي كلك هو حامل المله والدين؟ كلك هو حامل المله والدين، وهو يترأس حتى المجلس العلمي، يترأس كل شيء، 700 صوت عنده، ما كتهضرش عليه. كيبان لكم مول الفيلم ساهل، شدوا مول الفيلم خالد شاعو ولا ما نعرف شاعو شي حاجة، شنو سميتو؟
نبيل عيوش. نبيل عيوش، بارون نبيل عيوش. صافي نبيل عيوش شدوه نخليو داربو، سهل علينا، سهل علينا، ولكن باش نهضرو في من هو يعني المتسبب حقيقي في ديك الوضعية اللي حنا كنعيشو في المغرب، ما تقدرش، لأنه جبن في المغاربة بكل بساطة. إذا أنا شخصيا بعدا كنشكر نبيل عيوش على الإخراج ديال الفيلم، لأنه جسد الواقع المغربي، وإذا خرج الفيلم غادي يمشي يشوفه، وإلا صدمكم نتوما داك الكلام الساقط وداك الشيء راه كتعايشوا معاه في الزنقة وكتشوفوه يوميا صباح وعشية، شيء طبيعي، ماشي شي حاجة جديدة اللي ولكن ما كتقدوش يعني تتقبلوه ملي كيجيبوا لكم شي واحد ويحطوا لكم قدامكم، كيبقى فيكم الحال علاش غادي يمشي الفيلم الفيستيفال دو 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 كان، لان عندكم شي حاجه كتصنعوا شي حاجه نتوما، باش بغيتو تمشيو للفيستيفال ولا باش بغيتو تمشيو للمهرجانات، ما عندكم حتى شي حاجه، عندكم الدعاره صافي. وراه هذا فيلم على الدعاره، مزيان يمشي للفيستيفال، مزيان باش البحراني تسميتو، لان شوف حنا ديجا راه في الخارج محط ما اقمر، راه حنا معروفين، راه حتى من السعوديات، السعوديات راه دايرين فيديوهات كيتشكاو من المغربيات، راه المغربيات كيمشيو يديروا في الدول العربية، ولا جاتكم نتوما غير هذوك اللقطات اللي هما ولي ديسكوتيك اللي كاينين في المغرب، سيضرب لك شي دورة في لي ديسكوتيك في الصنوب في طنجة وفي الدار البيضاء، خرج خرج ضرب فيك شويه البرد، تشوف الواقع كيفاش داير ديال المغاربه كي كيعيشوا، راه داك الشيء راه كاين في الزنقه، كاين في المحلات اللي ديال المسلمين بين قوسين، علاش كيجيكم نتوما ما نعرف حيت كتشوفوه في المواقع الاجتماعيه كتخلعوا حيت ما نعرف شنو كي، ما دام هو واقع مغربي، شنو بغيت يجيب لك السيد فيلم ما نعرف من الخيال ديالو يردك انت ما نعرف شنو يردك، كتصنع لي ساتيليت، كتصنع صواريخ، انت ما كتصنع والو، انت كتشوف خواتاتك كيف الدعاره خواتك سميتو ما كتهضرش، اذا انت راك مشارك في الجريمه، لان السكوت في حد ذاته على الجريمه راه جريمه، اذا علاش كتلومه هو؟ لوم راسك انت على الساكت، وعلاش متقبل ديك الوضعية؟ وعلاش ما كتخرجش للشارع تحتج عليها؟ لأن حتى أنت متواطئ مع النظام المغربي في 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 فساد المغرب، ولا ذوك القنوات اللي كتمشي للمغربية بصفة عامة، خرج دويرة، خرج دويرة على الأذان، ياك أنت مسلم كتجيكم غير على الأذان، ياك الأذان حيدوه في مراكش باش ما يديرونجيوش دانيالات، وخرج دويرة على هذا بعدا. ولكن كتهضروا غير على عطيني ساكي والتفاهات وديروا منها فيلم، ديروا موضي العجاجه في الفيسبوك، على والو، جنازه كبيره والميت فار، طاس والله الا باز، انا استغرب كيفاش العقل المغربي كيفكر، بغيتي تزيدوا القدام، باش باغي تزيدوا القدام اخويا، ملي ما تنطلقش من قراءة حقيقية للواقع ديالك، وتبحث عن الأسباب الحقيقية اللي خلقات هذه المشاكل اللي عندنا في المغرب، باش ما تزيدو قدام، داك لا حشومة ستر ما ستر الله، شنو مستر شنو هاد شنو فيك من تستر، كتب بيضو في لي في جوجل وخرج شوف شنو غيخرج ليك، غيخرج لك المغرب هو الأول، كتب بروستيتيسيون في جوجل شوف شنو غيخرج ليك، اش غادي تستر؟ اش كاين مين تستر اصلا؟ واش هما قال واحد قال لهم الا هذيك راه باش يديروا دعايه بما دعايه، واش هما المغرب محتاج غادي يدار ليه الدعايه بانه ثاني دوله للدعاره، راه مخلص ديجا ثاني دوله للدعاره، محتاج، وكيعجبوني انا شي وحدين لا غايجي لا ما كانش خصو يدير هكذا لا خصو يدير هكذا، وانتم كتعرفوا تعلقوا ديما، خاصكم ديروا، انت ما خاصكش، انت
ماشي معاهم انت، انت كتجي تنظر ليهم تقول لهم ها كيفاش ديروا هكا وديروا، والمره الجايه بلاتي قول سير قول لهم ما تمثلوش ها كي بغيتكم تمثلوا انتوما. حشومه خصكم تحشموا على عرضكم، فو فات غيام كدير انت زفته وزيدينها بلا 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 سميتو. قول لي باش تمشي تهضر، انت ما قدش تهضر، قلت لكم شحال مره في الفيديوهات ما قدش تهضر، اسكت تكمش بلي معنى الكلمه صافي، خلي واحد اخرين يهضر، ولا غتهضر هضر في الواقع. من تسبب لهذوك البنات اللي كيبيعوا ريوسهم؟ لان دائما فاش كنقولوها لكم كتجيكم عاديه وصافي وكتعيشوا معاها، ولكن اللي كتشوفها كيفاش كدير وكتشوفها كيفاش كتبيع راسها. وحتى من القضيه الفلسطينيه ذكروها، فاش البنت قالت ليه مساله ديال فلسطين ما فلسطين وتخاصمت مع يعني مو يعني مسكينه مميزه، وهذيك راه اختنا بغيتي ولا كرهتي، راه اختك الا ما كانتش اختك في الاسلام راه اختك في الانسانيه، اختك في الوطنيه، اختك في المغرب، بغيتي ولا كرهتي. قالت ليه فلسطين ما فلسطين يعني راه عطاك فكره على العقليه ديال العرب والموقف الفلسطيني. من باع القضيه الفلسطينيه؟ ليس العلوي اللي كان رئيس لجنة القدس الحسن الثاني، وهذا تا هو شكون اللي باع القضية الفلسطينية؟ وكان كيجي كيخلي الصهاينة يتجسسوا على داكشي اللي كيقولوا العرب والحكام كلهم، ولكن انتم حتى حاجة ما قبطيتوها. بالك لكم البنت ما عارفاش كدير ديك الشطحة صافي دار لا، وكان هادي ماشي ثقافتنا. شنو هي ثقافتك بعد؟ اش كتنتج؟ اش كتصنع؟ انت ما كتقد حتى تحل فمك، بغيت تزيد القدام اش بغيت تزيد القدام بالاوهام والاحلام، ولا بديك الثقافه ديال الملك زوين واللي دايرين به؟ شكون اللي قالها لك باش عرفتيها بعد؟ الملك زوين هو اللي عزل هذوك اللي دايرين به، كيجي واحد زوين كيعزل اللي دايرين به خايبين، وهو اللي كيعينهم وهو اللي كيقيلهم. اذا المغاربه عمرهم غادي يزيدوا لقدام الا ما غيروش الطريقه ديال التفكير ديالهم ويتعايشوا مع الواقع ديالهم الحقيقي. والحد اي اول حاجه بعدا خصكم ديروا خصكم تحداو حاجز الخوف، سير حارب على الخوف اللي فيك هو الاول بعدا، قبل ما تمشي لعند الدوليه وتمشي عند مخرج افلام وتمشي، سير حارب على الخوف اللي فيك. ولا بغيتي تهضر هضر على المسائل كما هي، لان الا قبلتي جميع مواضيع الفساد وتبعتيها غادي تديك القصر الملكي. فين ما بغيتي فين ما دزتي اي قطاع تعليم صحة اي قطاع، تم المشاكل الاجتماعية اللي كيعيشوا المغاربة كلها الى بحثتي على الاسباب الحقيقية غادي تلقى بان القصر الملكي. علاش الناس ما خداماش؟ لان الدولة ما كتوفرش لهم الخدمة، ولا القطاع حتى القطاع الخاص محتكر، 80% من الاقتصاد المغربي ما كيخليش اللي يدخل المنافسة للمغرب، والمنافسة كتخلق الجودة بثمن أقل، وغادي تكري لي بوست دومبلوا، وغادي تنمي الاقتصاد، وغتنمي الضرائب، وغتنمي وغتنمي وغتنمي، دونك هادشي كله مكتقدروش عليه نتوما، كتبقاو في ثقافة الحاضر شنو غيطرا، وصافي ونعقبو على داكشي اللي طرا. واحد دار فيلم مثلا جاب لنا الحقيقة في بلاصة نشكرو ونقولو ليه، مع العلم أن حتى السينما والفن المغربي هو فن ضعيف، لانه حتى هو ممنوع للفنان انه يهضر في المواقع الحقيقيه. مثلا لو باني الفيلم ديال لو باني خبز الحافي راه اصلا ممنوع في المغرب، علاش؟ لان كيبين ليك بان راه الاستعمار المغربي مازال في المغرب، نحن مازلنا مستعمرون، والمغاربه اصلا بصفه عامه ما كيعرفوش بقيمة الحاجة.
خاص الفيلم يمشي على برا ولا ديك الحاجه تمشي على برا وتيراو على موالين برا عاد نعطيوها حنا قيمه. اما باش المغاربه يشدوها ويعطيوها القيمه اللي كتستحق ما غيعطيوهاش القيمه اللي كتستحق. تحياتي للجميع والى الفيديو المقبل.